صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا رب زدني بالبتول الطاهرة شرفا لدى الدنيا وعند الآخرة. فخري بخدمتها وخدمة ولدها بعد النبي الهاشمي وحيدر. فعليهم سلم وصل وحيهم أزكى التحية للقيامة عاطرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هدية إلى روح سيدتنا ومولاتنا وعظيمتنا وشفيعتنا يوم الجزاء أم الأئمة النجباء الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء. ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. ما يميز الإنسان عن سائر الموجودات المرئية أنه مدني بالطبع أو مدني بالطبع، يعني الإنسان ما يتمكن أن يعيش لوحده في الغابة أو في الصحاري مثل بعض الموجودات، إنما الإنسان طبيعة وغريزة الله سبحانه وتعالى جعلها في ذات الإنسان الذي يحب بل يسعى إلى التعايش مع الآخرين والحياة مع الآخرين. الحياة المدنية ليست الحياة الفردية، لأن أفراد بني آدم كل منهم يحتاج إلى الثاني، إلى درجة بعض الفقهاء يفتون بالربما المسألة الإجماعية بين علمائنا بأن بعض المهن
واجب أن يتعلمها جماعة على الوجوب الكفائي. يعني نفرض إذا في البلد ما عندنا خياط، واجب شرعي جماعة يروحون يتعلمون مهنة الخياطة لقضاء حوائج الناس. نعم إذا مجموعة من الخياطين تواجدوا في البلد بما يكفي البلد يسقط الوجوب عن الآخرين، وهكذا باقي المهن. إذا نفرض بالبلد مثلا ما عندنا حداد، ماكو ولا حداد واحد، الناس محتاجين إلى هذه المهنة، فواجب شرعي جماعة من الناس يروحون يتعلمون الحدادة حتى يقضون حوائج الناس. هذه القضية تصب في مسألة مدنية الإنسان، ما يتمكن أن يعيش وحده. أنا بمقدار ما أحتاج إلى الحداد وأحتاج إلى الخباز وأحتاج إلى الخياط، وأولئك أيضا يحتاجون لي في مهنتي، وهكذا علاقات بني آدم فيما بينهم علاقات تكون اجتماعية إلى أبعد الحدود. طيب، مع هاي المقدمة، دوائر، هذه الدوائر تبدأ من الدائرة الأولى وتتسع في الدائرة الثانية والثالثة والرابعة بمقدار ما تسمح لنا الفرصة في هذه الليالي، نتحدث حول مسألة التعايش السلمي مع الآخرين. يعني الإنسان بما أنه مدني يحتاج أن يعيش مع الآخرين، مع الآخرين مو قصدي فقط مع البشر، حتى مع الحيوانات. البارحة بدينا كان عندنا مثال في قضية الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان يحتاج إلى الحياة السلمية، الإنسان يحتاج إلى الحيوانات الأهلية. إذا نفرض ما كانت حيوانات أهلية في البلد، هاي مشكلة تسوي كارثة. فالإنسان محتاج إلى التعايش مع الآخرين. هنا عندنا تفصيل في قضية كيفية حياة الإنسان مع الحيوانات وحقوق الحيوان في الإسلام، هذا بحث مفصل الآن يتجزأ عن بحثنا. إنما نريد نتحدث على الدائرة الأولى. الدائرة الأولى هي دائرة بصيرة الإنسان. شنو اللازم على الإنسان أن يعرف؟ إحنا عندنا في الروايات مثلاً، الحمد لله كلكم خدام الحسين عليه السلام وكلكم متشرفين لزيارة الإمام، من زار الحسين عارفاً بحقه، عارفاً بحقه أدخله الله الجنة. شنو معنى العارف؟ يعني لازم نعرف حق الحسين سلام الله عليه، هاي معرفة الحقوق، يعني البصيرة في الأمور. القرآن الكريم في سورة القيامة يؤكد بل الإنسان، الإنسان ألف لام الاستغراق، يعني كل إنسان، أنا وأنت واحد منهم، بل الإنسان على نفسه بصيرة. الإنسان هو عنده بصيرة كاملة ولو ألقى معاذيره. معاذير على اختلاف المفسرين، بعض المفسرين يقولون معاذير جميع معذرة، يعني بعض الناس يبرر لمن يسوي له خطأ، يجيب تبرير يبرر، وهذا التبرير واحدة من أبواب جهنم يوم القيامة. كثير من الناس، كثير من العصاة يبرر الموقف ماله، إلهي أنا ظلمت لأن كنت مجبور، إلهي أنا تركت صلاتي لأن كنت أستحي مثلا، مرأة تقول إلهي أنا تركت حجابي لأن ما كان بالمجلس أحد يتحجب أو وحدة تتحجب، فأنا كنت أستحي بالجامعة بالمدرسة. هاي المبررات تدخل الناس في جهنم. ولو ألقى معاذيره، جمع معذرة، هذا قول. القول الثاني يقول المعذرة، المعاذير جمع معذار، معذار يعني الستار. الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى الستار على الجرائم التي يرتكبها. وما عندنا بالإسلام معصوم إلا 14 سلام الله عليهم أجمعين، نحن كنا معرضون للخطأ، الإنسان على نفسه بصير. المخطئ يعرف بأنه مخطئ. فالقضية الأولى في باب البصيرة، يحتاج الإنسان إلى البصيرة الاعتقادية. بإيش أعتقد؟
الآن كثر الشك والخلاف وكل يدعي الفوز بالصراط السوي. هاي المذاهب والأديان والمدارس والمكاتب الفكرية، والإنسان حينما يعرف نفسه يصل إلى حالة ضبابية في مسألة العقيدة. صدق من الصادق؟ وين المعيار في مسألة العقيدة إخواني؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وبعث للإنسان الأنبياء وأنزل على الإنسان هذا الكتاب على طريق الأنبياء، يقول في كتابه الكريم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا المعيار. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شلون رسول الله كان يتعامل مع الآخرين في حياته بمقدار اللي واصل بإيدنا بالتاريخ؟ هذا هو المعيار. إذن أخذوا العقيدة، أخذوا علم التوحيد عن رسول الله وعن من نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إماما على الناس من بعده، الأئمة الطاهرون عليهم السلام، هم الذين يعلموننا التوحيد وهو أهم أصل في الإسلام. أذكر إخواني الشباب وأخواتي المؤمنات المثقفات، أكو كتاب الإمام الصادق عليه السلام يمليه على المفضل بن عمر من أصحاب الإمام الصادق، اسمه توحيد المفضل. هذا الكتاب يقرأه حقيقة الإنسان لمن يقرأ يتقرب إلى الله أكثر، يتقرب إلى الله وإلى مسألة التوحيد، يتعلم أكثر على طريقة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. البصيرة الاعتقادية، هل أنا على بصيرة؟ هل أنا على بصيرة من أمري أم لا؟ لأن القضية إخواني ترتبط إلى آخر لحظة. إن شاء الله عمرك طويل، بعد عمر طويل إن شاء الله عمركم فوق 500 سنة بعد إن شاء الله، يوم اللي ينزلوك في قبرك يضربون على كتفك: اسمع افهم يا عبد الله ابن عبد الله، يا فلان ابن فلان، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه؟ شنو هذا العهد؟ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن علي ولي الله وأن الحسن والحسين إمام الحجة عليه السلام حجج الله، اتبعلك على العهد؟ عندك هاي البصيرة أم لا؟ بينك وبين الله المعيار الاعتقادي الذي عندك في مسألة البصيرة العقائدية أو العقدية، في هاي البصيرة أنت مفتوح، عندك جواب أمام الله ليلة أول قبرك تقول من إمامك؟ تقول علي بن أبي طالب. بأي دليل علي بن أبي طالب إمامك الأول؟ ليش ما قلت غيره؟ بهالمقدار لازم أكون مقتنع، عندي قناعة. زين إحنا الشيعة الآن هالسنة سمعتوا ما شاء الله أكثر من يقينا أكثر من 20 مليون زاروا الحسين عليه السلام في الأربعينية في هذا البلد المقدس، تقريبا 100% كان شعارهم لبيك يا حسين. شنو معنى لبيك يا حسين؟ ترى لبيك يا حسين خالي مو ذكر، يعني سبحان الله ذكر، لا إله إلا الله ذكر، الصلوات ذكر، استغفر الله ذكر، لبيك يا حسين ذكر، لا شعار. يعني شنو الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء آخر لحظة صاح: هل من ناصر ينصرني؟ هذا الصوت يدوي في أذن التاريخ، وصل من الآباء والأجداد إلى أجيال إلىك اليوم. أنت اليوم تفتح إذنك تسمع الخطباء يقولون قال الحسين عليه السلام يوم عاشوراء: هل من ناصر؟ أنتم المؤمنين تنادون لبيك يا حسين، يا أبا عبد الله إحنا وراك، وياك وياك، معكم معكم لا مع غيركم. زين هذا بس شعار أو واقع؟ لبيك يا حسين، ولكن أنا بالمعاملة شلون ويا الناس؟ لبيك يا حسين حقوق الناس في ذمتك لو لا؟ لبيك يا حسين تظلم زوجتك في البيت أم لا؟ المرأة تظلم زوجها بالبيت لو لا؟ لبيك يا حسين علاقاتنا مع أطفالنا شلون؟ مع جيراننا شلون؟ مع أصدقائنا شلون؟ مع أقربائنا شلون؟ يعني القضية قضية لبيك. وشايف بعض الناس يجي بالحرم في 200 مرة هم يكررها. يا أخي ماكو داعي هذا التكرار، مو بيت في الثواب، هو مو ذكر، يعني الذكر سبحان الله تكرر ثواب، لا إله إلا الله تكرر ثواب، لبيك يا حسين مو ثواب إذا تكرر، شعار مرة هم كافي. تدخل الحرم قل لبيك يا حسين، زين لبيك يا حسين، أنت صادق أم كاذب؟
حتى بعض الأخوات أنا أسمع من قسم النساء يجي الصوت لبيك يا حسين وتكرر 200 مرة يا بنت الحلال. أنت تدرين شنو معنى لبيك يا حسين؟ لو بس شعار لقلقت لسان لبيك يا حسين. زين الإمام الحسين عليه السلام هو هذا شعار الإمام الحسين. الحمد لله كلكم تعرفون اللغة العربية أحسن من عندي. إنما أداة حصر بالأدب العربي يعني هذا ولا غيره. يا أبا عبد الله ليش طلعت؟ كان عندك بيت مرتاح بالمدينة المنورة، عندك بساتين عند الإمام الحسين عليه السلام في المدينة وأطراف المدينة، عن أبيه أمير المؤمنين، بستان فدك بعظمته ملك الإمام الحسين عليه السلام لعن الله من غصب فدك، أموال عند الإمام الحسين، شخصية الإمام الحسين في المدينة المنورة، ريحانة رسول الله. زين ليش طلع الإمام الحسين؟ والقوم قالوا له إلى آخر لحظة نانا بكربلة قالوا له يا حسين انزل على حكم يزيد ولك ما تريد. شيك أبيض شتري تقول كلمة قول إمام يزيد ما بيشي. شنو جاوب الإمام الحسين؟ والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد أو ولا أقر إقرار العبيد. ثيرهم صحيح هاي ذل أن أنا أقول إمامي يزيد. يا أبا عبد الله إذا ما تقول إمامي يزيد يقتلوك. يا أبا عبد الله إذا ما تقول إمامي يزيد يرفعون رأسك على الرماح من بلد إلى بلد، يقطعون جسدك الطاهر، الخيول سوف تسير على جسدك، أطفالك الرضع حتى يذبحون، أهلك وأعراضك أعراض رسول الله يساقون سمايا من بلد إلى بلد. شنو تريد يا أبا عبد الله؟ ليش سويت هاي ضجوا هذا القيام وإلى الآن بعد 1400 سنة تشوفون الحيطان سودة وإحنا عندنا عزاء؟ شنو الموضوع؟ إلي ما نجاوب. يقول إنما هذا ولا غير، إنما خرجت. خروجك لشنو يا أبا عبد الله؟ شيء واحد أريد، لكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام. سيرة رسول الله هاي العقيدة، هاي البصيرة العقيدية، أسير بسيرة رسول الله، أسير بسيرة علي بن أبي طالب. زين شوية خلينا نحلل الموضوع. احنا نجي احنا وملايين هالسنة قلت لك كلكم سمعتوا وشفتوا بعينكم من كل الفئات وصلوا الى كربلاء وشعارهم لبيك يا حسين. حلو لبيك يا حسين، يا ابا عبد الله احنا وراك معكم يلا. الآن إذا ظهر الإمام الحسين عليه السلام مو تقولون يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، يا ليتنا كنا معكم. زين الآن ظهر ابن الإمام الحسين عليه السلام، من يمثل الإمام الحسين إن شاء الله قريبا الإمام المهدي عليه السلام، يرفع نفس العلم يسير بسيرة جده رسول الله. سيرة جد رسول الله شنو كان؟ هذا شوي مهم. سيرة علي بن أبي طالب عليه السلام كيف كان؟ إذا أريد أدخل في هذا النظام أحتاج إلى محاضرات، ولكن بعض الإشارات. قصة واحدة من رسول الله، قصة واحدة من علي بن أبي طالب عليه السلام. أما رسول الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الأولين والآخرين، خلي يكون واضح، رسول الله كان أقوى من علي بن أبي طالب عليه السلام. أنا ما أقول، هو الإمام يقول، الإمام علي عليه السلام يقول كنا إذا حمي البأس، كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس نلتجئ برسول الله وكان أقربنا إلى العدو. في قوقعة الحرب علي بن أبي طالب بطل الأبطال يقول أنا يمكن أوقف وراء رسول الله وكان أقربنا إلى العدو. إذا النبي كان يقول حرب، هو كان رجل الأول، هو كان يشيل السلاح أول الكل، أقرب الناس إلى العدو على الجبهة هو رسول الله كان، مو كان يقول في أمراض عاجية والناس يروحون ينقتلون، لا، هاي ما كانت من شيمة رسول الله. زين هذا الرسول العظيم بهذه القوة، بهذه القوة، بهذه المسالة، كيف كان يتعامل مع الناس؟
أنا ما أريد أذكر نماذج عن معاملة رسول الله مع المسلمين، خلي هذا مكان مع الكفار شلون كان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هاي الرواية السنية يكتبوها الشيعي يكتبوها، يسير بمسير يوميا يروح للمسجد الحرام. كان أكو رجل يهودي يوميا قربة إلى الشيطان كان يلقي النفايات على رسول الله. هاي شلون إهانة؟ عمي من يتحمل؟ أنا الإنسان العادي ما أتحمل، أمشي بطريق كل يوم واحد يذب الزبالة على رأسي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفض ثيابه ويقول اللهم اهدهم، اللهم اهد قومي فإنه لا يعلمون. يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت شو قضية التعايش السلمي؟ مش قال تطلع من هاي القضايا. رسول الله إجا شاف اليوم الفيج اليهودي ما موجود، سأل قال يا رسول الله إنه مريض. النبي إذا طرق باب بيته، وين هذا صديقنا اليهودي جاي اليوم أزوره؟ بالله عليكم يا ناس، هاي أخلاق رسول الله؟ الإمام الحسين يقول أنا إذا كنت أوصل للحكم هذا الحكم أريده، مو مع المسلم، المسلم على رأسي، مع اليهودي. يروح يزور يهودي وعدو مو يهودي مسالم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم زار هذا الرجل اليهودي، سأل أحواله، الرجل ارتجف، يعني هاي أخلاق الأنبياء. قال والله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاي سيرة رسول الله. إمامنا وسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يوم أن كان حاكما على حسب خارطة اليوم بدقة أقول، لأن كان موضع درسي أكثر من 35 دولة حسب خارطة اليوم تحت قدرة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هيك رجل 1000 والي عنده، يعني 1000 محافظ، 1000 قاضي عند علي بن أبي طالب، 1000 والي يعني 1000 بلد، 1000 محافظة، 1000 بلدة كانت تحت قدرة أمير المؤمنين. هيك رجل قدير هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، دا يمشي في أيام قمة القوة. جاء رجل حتى ما كاتب الاسم منه، رجل طروقي ما إلى قيمة، من الخوارج، الخوارج الذين رفعوا السيف على أمير المؤمنين. وقف في قضية مفصلة، أنا أذكر هذا الجانب. سمع الإمام قال قاتله الله من كافر ما أفقه، قاتله الله يعني الموت له. فكروا الآن إذا واحد بالعالم في دول العالم يشوف الملك يقول له الموت للملك، شو يسوون بيه؟ بس شعر. الموت لسيادة الرئيس، شو يسوون؟ هذا اللي يقول الموت لعلي سلام الله عليك يا أمير. ويا أمير المؤمنين عليه السلام أكو فدويين رادوا يا أخوي أنتبهوا لي، وان قال لا 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 تركوا حرية. احنا وين عندنا حرية البيان مثل الإسلام؟ الإسلام الذي يمثل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، مو الإسلام الذي يمثل باقي الخلفاء من يدعون خلافة رسول الله. هذا الإمام العظيم لما أرادوا أن يأدبوا الرجل قالوا تركوه، ما شايل السيف، كلمتين قال زين كلامي ذي الكلام، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، هو سبني قال قاتله الله، أنا ما أسب، أقدر أن أسب من حقي بنص القرآن، إذا واحد اعتدى عليك تقدر أنت تعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليك، ولكن عفو عفوت عنه. الإمام الحسين عليه السلام الذي تنادون أنتوا يا مسلمين وأنتوا يا أهل العراق وأنتوا يا أهل العالم يلي تجون إلى زيارة الحسين وتقولون لبيك يا حسين، هذا الحسين. الإمام الحسين يقول أنا إذا أوصل للقوة أريد هاي السيرة، أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام. هاي
الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يوم أن كان شيخ عشيرة بني هاشم، خلينا نتكلم باللغة الدارجة، شيخ عشيرة بني هاشم، وعشيرة بني هاشم عشيرة شريفة منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام المجتبى عليه السلام كان مهيبا حقيقة، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. هاي أيضا مصداقها الأوفى هو الإمام المجتبى سلام الله عليه. الإمام عليه السلام في بلده في المدينة جاي رجال من الشام غريب، الإمام عليه السلام بين عشيرته بين غير عشيرته الشيعة عنده في بلده، إجا رجل يا ناس وقف بالشارع وبدأ يشتم ويسب الإمام المجتبى بوجهه. الإمام عليه السلام كان يتفكر ما يريد يقول للعشيرة وشيعة، هو الإمام عليه السلام لو كان يأخذه بإيد واحدة يخنقه يقتله، بس هاي بعيدة عن سيرة أهل البيت عليهم السلام. وقف شتم سب إلى أن فرخ قلبه، ورما خلص الإمام المجتبى عليه السلام التفتنا قال هون عليك شوي، احنا نقول بالعرادي ابرد شوي ابرد، هون عليك، ليش تسب ليش تشتم؟ ان كنت جائعا اشبعناك، مو هذا اللي يشتم هذا اللي يسب هذا اللي ينطي الشعار عنده مشكله، لو جوعان لو فلوس ما عنده لو غريب لو بيت ما عنده، المال المجتمع ده يحل المشكله. ان كنت جائعا اشبعناك، ان كنت مدينا قضينا عنك دينك، ان كنت غريبا اوينا، شو المشكله؟ هذا انصدم، قال يا ابن رسول الله كنت أنت وأبوك أبغض الناس عندي، والآن أصبحت أنت وأبوك أحب الناس عندي، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قبل يدي الإمام المجتبى عليه السلام، الله يهدى. هاي السيرة، هاي السيرة اللي احنا الشيعة نادي لبيك يا حسين، اذا اقول انا نفسي احد لا يزعل، اذا انا صادق في شعاري لبيك يا حسين. هذا مسألة العقيدية مهمة، البصيرة التفاتح عينك وين ماشي لو لا. او الله يرحم المرحوم حج مهدي الاموي رحمة الله عليه، عنده شعر يقول واحنا ماشيين بدرو حب الحسيني وصعب عنا ينهونا ما يهمونا. حقيقة إذا نهوكم عن الحسين العالم قالوا لكم غلط ما يهمونه، خير يلومونه ما يهمونه، شلون كلمات حلوة حقيقة. وإحنا ماشيين بدرب، هذا الدرب الصحيح، أسير بسيرة الجدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا خير نتعلمه. اليوم الذي تشوفون مسألة الإرهاب عامة العالم وخصوصا بلدنا المظلوم العراق، يطلع ناس إرهابيين ما يخافون الله، لا شرف لا دين لا غيرة لا هيج هيج معدوم، هاجمين في سامراء، هاجمين أطراف النجف الأشرف، نعوذ بالله، نستجير بالله، إن شاء الله يكون بعيد عن كربلاء البلاء إن شاء الله وعن كل المؤمنين إن شاء الله. يجون يفجرون أنفسهم، من معلمهم هذا القتل؟ من معلمهم قتل الناس؟ هذا قتل عامشان، من معلمهم؟ معاوية بن أبي سفيان. لما أقول لك المصدر ليش أنت تسعد يعني؟ أنا أتعجب بعض الفضائيات لما نقول الحق بعد ما ينشون. يا أخي أنا دا أقول لك مصدر من كتب السنة، معاوية في الأنبار، يا أهل الأنبار يا سنة يا من معكم تدافعون عن معاوية، معاوية في الأنبار أحرق 6000 إنسان حي، أمير المؤمنين سلام الله عليه إمامنا ما أحرق نملة، نملة مو إنسان، ما أحرق ذبابة، هذا أمير المؤمنين هذا معاوية. وهذول اليوم يجون يفجر، يفجر بسوق السنك عامي شامي رجال نساء أطفال يقتلهم، ليش؟ شنو المنطق هذا؟ أول من عمل بنكاح الجهاد بالعرب منو كان؟ يا أخي اقرأ الكتب، مو علماء السعودية، لا أكو كتاب اسمه ربيع الأبرار للزمخشري
عندي أنا هذا الكتاب بدون مصدر ما أحكي، خمس مجلدات أدخال، قرأت هذا الكتاب من الجلد إلى الجلد، عندي المصادر بدون مصدر ما أحكي. في كتاب ربيع الأبرار طبع صدام التكريتي، ما طبع علماء النجف، وطبع في وزارة الثقافة والإعلام العراقية أيام البعثيين سنة 73، وعند الكتاب موجود، موجود عند مكتبة الإمام الحسين عليه السلام موجود، روح شوفه لي. الزمخشري من كبار علماء السنة في هذا الكتاب يقول معاوية يوم ولادة أمه كانت متزوجة خمس رياجي، عافية ماما عندها خمس رياجي، زين ليش تزعل يا أخي من كلام الحق؟ معاوية منو أبوه؟ خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، اقرأ الكتاب بدون مصدر ما أحكي. أول من عمل بنكاح الجهاد منو كانت؟ هند أكلة الأكباد، وهاليوم يفتخرون أولادها، شفتوا بالتلفزيون ويطلع علينا قدام الناس جسد ميت بالسكينة يفتح قلبه يطلع قلبه ويعظم القوم أبناء القوم، آكلة الأكباد. الله يخلي حج مصطفى الآن قرارك وزيارة عاشوراء، اللهم عن معاوية ويزيد والعن ابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين، سخرتونا ما قرأتوا زيارة عاشوراء. وهذا هذا خط سير فكري احنا عندنا اخواني، هاي بصيره عقيديه احنا عندنا، منو اللي علمهم؟ ثاني من تزوجت نكاح الجهاد منو؟ شوفوا الان حتى الوثنيين ما يعني ما اكو في اهل الوثن في البوذيين، انا رايح بالبوذيين رايح شايفهم، ما رعدهم رجال واحد، ما رعد خمس رياجيل. هذا الفتوى الآن علماء السعودية منين جابوا؟ ثاني من عملت بنكاح الجهاد كانت سمية أم عمرو ابن العاص، قل لي المصدر. هذا واحدة من أتين كتاب شرح ابن أبي الحديد المعتزلي، ابن أبي الحديد المعتزلي المرجع الديني الأعلى للطائفة السنية بالعراق، ابن أبي الحديد المعتزلي كتابه مطبوع وغيره من المصادر، واحدة من المصادر ربيع الأبرار، يقول عمرو بن العاص أمه كان عندها ست رياجيل ست أزواج، هذا مو نكاح الجهاد، خو يطلع هذا العرعور وغيره وغيره وذول الملاعين ذول تعلموا من من؟ اتعلموا من أسياد. هو يقول سيدنا معاوية، هو يقول عند التسجيل ماله يقول سيدنا معاوية أمك كان عندها خمس رياجيل ويفتخر. احنا عندنا مسألة البصيرة العقيدية، والعجيب لما تتشرف لزيارة العباس صلوات الله وسلامه عليه تقول له انت يا أبا الفضل العباس كنت على بصيرة من أمرك متبعا للنبيين مقتديا بالصالحين، العباس إلى عظم بعين نتشرف بخدمته نروح نقبل ضريحة لأنه كان على بصيرة، ويوم الذي قطعوا يده الطاهرة والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن دين دين، ما قال عن عشيرتي، ما قال عن قرايبي، ما قال عن بيتي، دين إمام وعن إمام صادق يقيني. من هذا الإمام؟ نجل النبي المصطفى الأمين، هذا عقيد، هاي عقيد، هاي البصيرة من الأمر. لما جاء الشمر عليه العائل الله في قوقعة الحرب، الرؤوس تطير، الأيدي تطير، يا عم السيوف رماح، ما كانت طلقة تجي بالقلب واحد يرتاح، لا يقطع مقابل أعداء الله، جاءهم الشمر بكتاب أمان من عبيد الله ابن زياد، أين بنو أختنا؟ أم البنين صلوات الله وسلامه عليها عن طريق أم البنين، هذول كانت أم البنين من عشيرتهم، يقولون بني أختنا، سلام الله عليك يا أبا عبد الله نبي قوسين، شوف عظمة الحسين، شوف كيف يتجلى الحسين علي عظمته، العباس ما رد عليه،
ولكن الإمام الحسين الذي هو الإمام المعصوم وهو الذي يسير بسيرة جده رسول الله، الإمام الحسين التفت إلى العباس قال أجيبوه شمر، قال أجيبوه ليش؟ فإنه بعض أخوانكم، هذا قرايبكم، هذا لا تقطعون الرحم هالمقدار. فجاء أبو الفضل العباس عليه السلام، ماذا تريد؟ قال هذا كتاب الأمان من الأمير عبيد الله بن زياد لك ولإخوتك الثلاثة، اترك الحسين. قال له لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وبرسول الله لا أمان له؟ أمان؟ الأمان أمان الحسين، الأمان أمان الله، مو أمان بن زياد، ما أحتاج إلى أمان. لعنك الله ولعن أمان، هذا البصيرة. الدائرة الأولى دائرة البصيرة الفردية، هذا من كل واحد من عندكم مطلوب، كل واحد من عندكم. من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، يعني ما نقول من كان بينك في التراب وبينه شبران كان بغاية البعد. لا تتصور إذا دفنوك في مقابر المسلمين أنت راح تحشر مسلم، أنت وعقيدتك تدخل بقبرك، بأي عقيدة تدخل بقبرك؟ ها؟ صحيح يلقنوك الله جل جلاله ربي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام ديني علي بن أبي طالب إمام إن شاء الله، بس لن تلجلج. إمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول لما تتوضأ مستحب ثلاث مرات تتمضمض، دخل الماء بحلقة تمضمض ولو بأصبعك شوي هشكل تستاك أسنانك، وأقرأ هذا الدعاء، قول اللهم لقني حجتي يوم ألقاك. لأن مو كل واحد يقدر يوم اللقاء يحكي بالحجة، لا يلقنون. أنا شايف، أنا شايف، ممكن أنتم شايفين بعض الناس في سكرات الموت تقول لك قول أشهد أن لا إله إلا الله، لساني يتلجلج ينسد ينصق، ما يقدر يقول. هذا عمر كان في ما بين المسلم، ما يقدر يقول لا إله إلا الله. اللهم اجعل عواقب أمورنا خير. لقني حجتي يوم ألقاك وعطر لساني بذكرك أو بذكراك. زين، منو قال لك ليلة أول القبر كلنا نقدر نجاوب؟ يا فلان ابن فلان إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من قبل من عند الله سبحانه وتعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن إمامك وعن دينك وعن قبلتك وعن كتابك، فقل في جوابهما بلسان طيب فصيح عربي مبين الله جل جلاله ربي. كل واحد يقدر يقول لا، أهل التقوى الذين كانوا يتوضون ويصلون وكانوا على طهارة هذول يتمكنون. كل واحد عزيزي صعب القضية، سأل ما أريد أدخل في هذا النظمار سكرات الموت، اللهم ارحمنا عند سكرات الموت. زين هسه أجيت أعطيكم هدية الليلة من قبل رسول الله رجالا ونساء. النبي يقول أنا أعلمكم عمل عشر دقائق، ما يتلجلج لسانك عند سكرات الموت تموت مرتاح تدخل الجنة. شنو هذا العمل؟ عمل هالليلة، عمل هالليلة صلاة أربع ركعات، ركعتين بركعتين، كل ركعتين بتشهد وسلام، سهلة هاي الصلاة. أنا صليتها بعشر دقائق، كل ركعة تأخذ دقيقتين ونص بالدقة. النية صلاة ليلة الخميس أو صلاة هذه الليلة، اللي يسمعون صوتي خلي يصلوها. كل ركعة تقرأ سورة الحمد سبع مرات، هي الصلاة الوحيدة اللي نقرأ بها سورة الحمد سبع مرات بصلوات المستحبة من مقدار ما أنا شايف. باقي الصلوات مرة سورة الحمد، إما هاي الصلاة صلاة ليلة الخميس الأربع ركع، كل ركعة تقرأ سورة الحمد بأصابعك سبع مرات، ومرة سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، بس كل ركعة دقيقتين ونص، أربع ركعات عشر دقائق. إذا سلمت أنت وقاعد مئة مرة قول اللهم صل على محمد وآل محمد، زين. هذا هم أستحيف ما أقول لكم، سأتوب كربلة قاعد هي. بعض الناس بيدهم سبحة سندلوس، بعض الناس بيدهم سبحة يسر، بعض الناس بيدهم سبحة كهرب، هذا كله ما بي ثواب. تدرون شنو بي ثواب؟ هاي السبحة تربة الحسين، تربة الحسين سلام الله عليه. ما شاء الله أنتوا الآن عند المنبع هنا مليان، روح لك من أي واحد من هذول إخواني أعزائي اللي يبيعون ترب سبح، قل له طيني سبحة تربة الحسين. أكو أبو ميت حبة، أكو أبو
34 حبة. الإمام الكاظم عليه السلام كان عنده سبحة تربة الحسين من 34 حبة. كل مرة اللي تقول سبحان الله بسبحة السندلوس يعطيك حسنة واحدة، إذا تقولها بسبحة الحسين ألف حسنة، ألف ضعف. يا بلاش، أكرف، شيل وياك الثواب. مرة تقول اللهم صل على محمد وآل محمد حسن الحسن بتربة الحسين ألف مرة، ألف ضعف أكثر، أكثر من هذا. قاعدين بعض الناس هو وقاعد يلعب بسبحة، أخذ بيدك سبحة تربة الحسين يلعب وياه. هم الرواية من الإمام الباقر، هم من الإمام الصادق عليه السلام، الإمام يقول هاي التربة بإيدك هي اللي تقول سبحان الله ويكتب لك ثواب التسبيح. يا بلاش، سأنت بإيدك السبحة حتى لو ذكر ما تقول، أخذها بإيدك تحصل الثواب. من حمل معه طين قبر الحسين كان له أمانا من السفر، في أي سفر، طيارة، قطار، سيارة، ما يصير لك حادث. وعد من الإمام عليه السلام، مو كلامي. أكثر الإمام الكاظم روحي له الفداء في قضية شطيطة. شطيطة أنا ذاكرها على المنبر، الإمام عليه السلام حضر لما أنزلوا شطيطة هاي المرأة الصالحة في القبر، الإمام أخرج من قبره شيئا، من جيبه شيئا، قال وهذه تربة قبر جدي الحسين، ضعوها معها فإنها أمان من عذاب القبر. ها؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. بعضكم مستحب طبعا الإنسان كل ما تربته تكون أكبر أحسن، محل السجود يكون أكبر. بعض الناس عنده تربة صغيرونة جدا، لا، أخذ لك تربة أكبر، خصوصا بالبيت سجادة صلاة. هاي التربة بعض الأوقات شايفين، كلكم شايفين، تصلي عليها المدة تصير سودة شوية، لا تذبها، هاي خليها في كفنك، قل لما أموت تخلون وجهي على التراب، هاي التربة خلوها تحت خدي، أمان من عذاب القبر. طيب أروح على حديثي، بسبحة تربة الحسين 100 مرة يقول اللهم صل على محمد محمد، بعد هاي الصلاة 4 ركعات أكرر نية صلاة هذه الليلة، هنا نصلوها الآن بعد المجلس سهل، كل ركعة 7 مرات الحمد، مرة إنا أنزلناه، بعد الصلاة بعد 4 ركعات 100 مرة صلوات. قال رسول الله، مفصل الرواية في كتاب بحار الأنوار أكثر من صفحة يذكر خواص هاي السورة، هاي الصلاة، إنما أنا أذكر بعضها. أولا، من صلى هذه الصلاة قال رسول الله كتب الله له بكل ركعة 10,000 صلاة مقبولة، مو ركعة، بكل ركعة 10,000 يعني 10 ملايين صلاة مقبولة. الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. 4 ركعات 40 مليون صلاة مقبولة الليلة في مكتب أعمالك، لا يفوتك، لا يفوتك. أنا فدوا حسبت إذا واحد يعيش 115 سنة، لا ما عدنا، ممكن بكل كلمة لا ما عدنا، الله يطول أعماركم إن شاء الله. إذا واحد يعيش 115 سنة، 15 سنة مبالغ، 100 سنة، إذا صلى واحد 100 سنة صلاة الواجبة 5 وجبات يومياً صلاها 100 سنة يصير 180,000 صلاة إذا مقبولة. هسه من اللي مقبولة له؟ لا، صلاتنا هواي بعضنا مو مقبولة. صلاة الليلة يا مسلمين 10 دقائق، 40 مليون صلاة مقبولة على كلام رسول الله صاحب الإسلام، مو كلامي. بعد، ولم يكن يقم من مقامه قال رسول الله إلا وقد غفر الله له ذنوبه. بعد، ولم يقم من مقامه إلا وقضى الله له حاجته. ارفعوا ايدكم، اطلبوا من الله الأمن، اللهم إني أسألك الأمن والإيمان بك، اطلب الأمان، اللهم اجعل هذا البلد آمنا. مفخخ منه إذا قرار حقيقة ندعي من قلوبنا. رجال، نساء، وين هم أهل الإيمان؟ وين هم الذين كانوا يقعدون وراء باب القبلة؟ والله بعيني شفت في كربلاء ساعتين قبل أذان الصبح وجوه كلها نور، الآن بعض أحفادهم وأولادهم بالمجلس قاعدين باب القبلة، كانوا يقعدون زيارة عاشوراء، زيارة الجامعة الكبيرة، بعضهم كانوا يصلون صلاة الليل،
إلى أن شان يجي مرحوم حجي أبو عباس الله يرحمه يفتح الديوان واحد واحد يدخلون حرم الحسين جنة. هذاك اليوم كان الباب يسدوه، هسه الحمد لله 24 ساعة باب الحرم مفتوح. وينهم أهل الصلاة؟ وينهم أهل التقوى؟ كثر الله أمثالكم إن شاء الله. هاي الأدعية تأثر إخواني، تبعد عنكم البلاء بعد. قال رسول الله: ومن صلى هذه الصلاة الليلة ها رفع الله عنه عذاب القبر. فدوى روحي يا رسول الله بس عذاب القبر؟ لا لا بعد، وأهوال يوم القيامة. هاي الكلمة صغيرة على اللسان، عظيمة عظيمة في المجال العملي. إذا تفكر أهوال يوم القيامة كم هو عندنا، كم منزل عندنا. الله يرحمكم يحبكم يا ناس، بعث إليكم رسولا مشفقا عليكم يحبكم. هذا النبي العظيم جاي يجيب لكم أوامر من قبل رب العزة، يقول تعال شوية، يا من يعطي الكثير بالقليل. بعشر دقائق، بعشر دقائق 40 مليون صلاة مقبولة. إذا ما أصليها أنا كسلان حقيقة. لا تفوتكم. أرجع لك حديث الأول، كل ما أقول لسيد عارف خليلك في الساعة حتى شو أنا إيش قدر أحكي، ما يخلي ساعة. هاي المشكلة هنا أنا عندي وأخاف أعطل عليكم. اللهم صل على محمد. فيا عزيزي هذه الدائرة الأولى في التعايش السلمي، احنا الآن في الدائرة الضيقة اللي نتكلم فرديا أنا وياك واحد واحد. أولا أصلح عقيدتك، منو إمامك؟ منو نبيك؟ بعض الناس الله يحفظهم قلت منو إمامك؟ قال إمام الحسين. وبعدين الإمام العباس، لا عين العباس مو إمام، العباس خادم الإمام، العباس ابن الإمام بس مو إمام. الأئمة عليه السلام 12 إمام، ما عندنا غيرهم سلام الله عليهم أجمعين، يتعلموهم بالأسماء واحدا بعد واحد بالصفات، كما يقول المرحوم ذاك الشاعر السيد الحميري رحمة الله عليه، ثم من بعد يتولوا بنيه واحدا بعد واحد بالصفات. ذولا أئمة عليهم السلام الأئمة 12. هذا البصيرة. البصيرة في الجانب العقدي يحتاج إلى محاضرات شهر رمضان أحكيكم. واحد. ثانيا علماء الأخلاق يقولون البصيرة الأخلاقية. البصيرة الأخلاقية شنو؟ يعني احنا في معاملتنا مع الناس شلون نتعامل وياهم أخلاقية. الإمام زين العابدين عليه السلام تارك لكم تراث يا ناس، هذا فقط في مذهب أهل البيت، ما عندهم باقي المذاهب. دعاء اسمه مكارم الأخلاق موجود في مفاتيح الجنان، مفاتيح الجنان بس احنا عندنا، ولا الشرف باقي المذاهب ما عندهم. روحوا مساجدهم بس حاطين القرآن، يقعد يقرأ القرآن بس هذا هو، اذا يقرأ صحيح. بعضهم انا شايف بالمدينة في مكة شايفين يمدرج لينا نايم ما ادري كانوا دا يقرأ جريدة غلط بغلط. هذا مذهب الشيعة الذي لمن تدخل في أي حرم من حرم الطاهنة عليه السلام إلى جانب القرآن كتاب دعاء، في أي مسجد في أي بيت في بيوتكم مفاتيح الجنان، الدعاء والزيارة، ضياء الصالحين، هاي الكتب الأدعية الحلوة. هاي الكتب شوفوها، في دعاء عن إمامنا وسيدنا زين العابدين وسيد الساجدين اسمه دعاء مكارم الأخلاق. هاي تعطيك البصيرة الأخلاقية شلون تعمل ويا الناس. وسددني كلام الإمام لأن أعارض من قطعني بالوصل. الله، إذا الناس كان يمشون بس على هالجملة هاي بس صدقون الدنيا كان تصير جنة. فلان مات أقول روح تشع جنازة، يقول إيه مو أبويا مات وما أجت تشع جنازة أبويا، أنا أروح. اي انت روح، هو ما اجى انت روح، هو ما اجى فاتحتكم انت روح فاتحتكم. انت اجيت من مكه ما زارك،
هاي مشكلتنا وحدة بوحدة. هو جاء من تروح سورة، هو ما شارك عرس ابنك، انت دعيته ودزيته كارت الدعوة وما انشل، هسه هو عرس ابن عازمك، روح. هاي اخلاقيات زين العابدين سلام الله عليه، لان اعارض من قطعني بالوصف. هو اخطأ، انت احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الانسان احسان. الانسان المؤمن هذا الانسان الذي يتحين الفرص، شلون اشيل وياي اكثر؟ زد من الخير إن عمرك فاني، واغتنم كل لحظة في الزمان. اللحظات هذا المعيار عندي، عندي إمام اسمه علي بن أبي طالب، جاي الحلاق دا يصلح وجه الطاهر، الإمام كان يذكر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قال يا أمير المؤمنين لحظة لا تقول سبحان الله، حتى شواربك إذا قص القصة تطلع عدلة، مو هذا الشفة لما تتحرك ما تطلع القصة عدلة، شوي أسكت. الإمام عليه السلام قال الوقت أقصر من هذا، ما عندي وقت، أنت قص شواربك خلي يطلع وجه الله. لحظات لحظات عمري يستفيد من عدها. زد من الخير إن عمرك فاني، واغتنم كل ساعة كل لحظة في الزمان. أقول على نفسي أحد لا يزعل، أنت مهما تعيش لا بد يوما بعد موت تلف في فاني، بعد موت تلف في الأكفاني، ينتهي العمر والمآثر تبقى، غير لا أن لا بقاء للإنسان. لن يموت الشريف ذو الإحسان، ينتهي العمر والمآثر تبقى. الناس هنيان اللي يقول هاي حسينية حج فلان، هذا مسجد حج فلان، هذا الشارع فلان سواه، يخلي له فد أثر وجودي بالناس. العمر ينتهي خلاص. البصيرة الأخلاقية، هذاك الإنسان الذي يعمل هذا المعيار، أخذ من أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام عليه السلام يقول عيشوا في الناس عيشة إن عشتم حنوا إليكم. لما الناس يسمعون اسمك يقولون الله يحفظه، خوش آدم، الله يرحم والدي، هذا خادم الحسين، هذا خادم المواكب، هذا إنسان طيب، ذكرك يكون طيب. هذا دعاء إبراهيم عليه السلام، واجعل لي لسانا صدق في الآخرين.
وإن متتم بكوا عليكم. إذا هم متت الناس كلها تجي تشيعك تجي فاتحتك يبتشون على فراقك يقولون الله يرحمه خوش آدمي كان. أنا شفت هنا بكربل بعض الخوش أوادي الله يرحم شيخ عبد الزهر الكعبي خوش آدمي كان جارنا بالعباسية خوش آدمي كان. رأينا منه الخير إضافة إلى أنه كان خادم الحسين عليه السلام. الله يرحم المرحوم ملا حمزة الزغير خوش آدمي هواي أكو ملالي بالعالم بس ملا حمزة خوش آدمي يعيش من كد يبينه وعرق جبينه إلى آخر عمره كان عنده دكان يضرب أوتي شريف محترم هاي المآثر تبقى للإنسان وغير وغير من أهل الحلقة. الإنسان الطيب هذا الإنسان اللي عنده بصيرة أخلاقية مسيرة على هاي المسيرة يمشي إذا عاش أي مكان يجي اسم الناس يقولون الله يحفظه جزاه الله خير هذا رجل الخيرات وإذا مات الناس يقولون الله يرحمه خوش آدمي كان. كان عندنا بكربلاء واحد فلوسه ما كان عنده هذا كان أي واحد بقولة الكربلاء أي عامي شامي أي واحد يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يسلم على الناس. أنا أذكر يوم وفاته ما أدش قال المشيعين يعني انقطع الشارع من الناس واحد يسلم من ميت هذا يسلم على الكل هذا 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 أبو السلام مو الشكل هني هاي الثانية الثالثة أكمل حديثي والوضع صور الوقت انتهى. البصيرة الاجتماعية البصيرة الاجتماعية شنو يعني شلون أعيش في المجتمع وهذا الآن راح يصير رأس خيط لحديثي في الليلة القادمة إن شاء الله. المسيرة الاجتماعية والبصيرة اللي الإنسان عنده في المجتمع كيف يعيش بين الناس تبدأ من الدائرة الأولى وهي دائرة العائلة. شلون أعيش مع زوجتي وشلون أعيش مع عشيرتي وإخواني وخواتي وأطفالي وأهلي هاي القضية المثال الأوفى والأعلى فيها والمثل الأعلى هو بيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أبو الدرداء من أصحاب رسول الله الرواية في كتاب بحار الأنوار علماء المجلس أعزائي أحسن من عندي يعرفون يقول طلعت إلى حائط بن النجار إخواني اللي متشرفين إلى زيارة رسول الله بالمدينة المنورة المسير الذي يطلعكم على أحد هناك مكان مسجد الفضيخ طبعاً الآن مسجد هدموه السعوديين مسجد رد الشمس هناك اللي الشمس ردت حتى يروح أثر علي بن أبي طالب ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره هناك يقولون حائط بن النجار يعني بساتين بن النجار. أبو الدرداء يقول أنا بدي أمشي في ليلة مقمرة ليلة مقمرة يعني الليلة القمر طالع بيها مثلا ليلة 14 من الشهر 15 من الشهر بالشكل القمر يطلع واحد يشوف دربه يعني مثل نور زين. يقول أنا طالع خارج الولاية سمعت صوت مناجات بكاء توسل واحد كأنه في حال تعذيب يعذبوه يصيح أصغيت جيت أسمع منه هذا شنو هالصوت فسمعته ينادي إلهي آه آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها تنتهي الدنيا العشيرة والقبيلة والجيش والدولة والدبابة والطيارة كلها تنتهي نزلوني بقبري وحدي آه آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها هناك أتوسل فتقول خذوه خذوه فما لمأخوذ هنا إذا واحد يقول لك خذوه تقول عندي عشيرتي
فصل عشائري، عندي ربعي، عندي قانون، عندي دولة. هناك شنو عندك؟ فما لمأخوذ لا تنفعه قبيلة. آه من قلة الزاد وبعد الطريق وطول السفر. صح، سكت. قلت خلي اشوف منو هذا. سكت. دخلت بالخربة في أشعة القمر، شفت شف رأيته علي بن أبي طالب. بالنص يقول فحركته لم يتحرك كالخشبة اليابسة، خشب مات. فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد مات علي بن أبي طالب من خوف الله. تسمع يا الموالي، هذا إمامك اللي لتول قبرك تقول إمامي علي. رجعت، اجيت الى باب بيت رسول الله، الى باب بيت فاطمة الزهراء، طرقت الباب. الله، الصديقة الكبرى هي الثانية، صلت في محرابها حتى تورمت قدماها. نص الليل هذول ما كان عندهم راحة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. طرقت الباب وإذا بصوت الصديقة الطاهرة. من الطارق؟ مولاتي سيدتي خادمكم أبو الدرداء. خير يا أبو الدرداء، ما الذي جاء بك في هذا الوقت؟ سيدتي آجرك الله، لقد مات علي بن أبي طالب من خوف الله. أنا جاي أعطيكم الخبر. نص الليل. قالت وكيف؟ قلت سيدتي كنت خارجا، سمعته في حاطب النجار ينادي آه آه وصاح صيحة وأغمي عليه. حركته لم يتحرك كالخشبة اليابسة. أجرك الله الحسن والحسين، صاروا أيتام. فالسيدة سلام الله عليها بكت وقالت عم أبو الدرداء، هذا عمل علي بن أبي طالب في كل ليلة، مو بس يغشى عليه من خوف الله، يغشى عليه من خوف الله. عجيب، مو ميت لا. رجعت شفت الإمام عليه السلام مع نسيم الصبح، فتح عيني وهو يبكي ويقول آه آه من قلة الزاد. أعزائي، هاي دروس في الواقع، هاي دروس تربوية، هاي المصير. هذا الإمام سلام الله عليه، هيك إمام، هذا أم، وتلك الأم الطاهرة التي 18 سنة عمرها، يوم استشهاد 18 سنة عمرها. الآن عندنا امرأة بالعالم من كثرة الصلاة تورمت قدماها. إيش قال صلت الزهراء سلام الله عليها حتى تورمت قدماها بعد ما أدري على رواية الأربعين. شوفوا بنفسكم علماء المجلس، المرحوم صاحب البحار يذكر، المرحوم الشيخ الهمداني يذكر، المرحوم صاحب العوالم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اللحظات الأخيرة ضم ابنته فاطمة إلى صدره وأسرها بشيء في أذنها، فبكت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ثم أسرها بشيء ثاني، ابتسمت روحي لها الفداء. بعد استشهاد رسول الله سألوها، قالت أنبأني أبي بوفاته فبكيت، ثم أنبأني وقال بني أنت أول من يلتحق بي من أهلي بيتي بعد 40. بعد 40 عن هالأيام، هالأيام أيام مرض الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. سيدة الزهراء 18 سنة ولكن طريحة الفراش. بلال يقول أنا بعد وفاة رسول الله بعد ما ألي قلب أبقى بالمدينة، طلعت رحت للشام. كانت هيك أيام رجعت وصلت للمدينة، أخبروا الزهراء، قالوا لها بأن بلال راجع للمدينة. فأرسلت الحسن والحسين، يا بلال أحب أن أسمع الأذان، أحب أن أسمع صوتك وأتذكر أيام أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلال قال والله آليت على نفسي أن لا أؤذن بعد رسول الله، ولكن فاطمة الزهراء عزيزة كريمة طلبت مني أن أؤذن سمعا وطاعة. صعد على المأذنة وصاح الله أكبر الله
سمعت فاطمة الزهراء صوت بلال، حينما كان يؤذن كان يأتي رسول الله تحضر له الماء يتوضأ أمام عيني فاطمة. ذكرت تلك المواقف، صاح بلال أشهد أن لا إله إلا الله. شهقت الزهراء شهقة، سالت دموعها على خديها. ذكرت أيام العز، ذكرت أيام أبيها رسول الله المصيب، حينما صاح بلال أشهد أن محمد رسول الله. وإذا بالحسن والحسين ركضا نحو المسجد. عن بلال لا تؤذن، كف عن الأذان. ولم؟ فإن فاطمة الزهراء لما سمعت اسم أبيها رسول الله صاحت صيحة وأغمي عليها. يا يا أقول سيدتي يا زهراء معززة مكرمة، وإن كنت مكسورة الضلع ولكن بين أهلك في بيتك سمعت صوت أبيك رسول الله. صعدت يا زهراء أغمي عليك مولاتي، فإذا يا سعد الله قلب ابنتك زينب. من كربلاء إلى الكوفة، من الكوفة إلى الشام، كلما أخرجت رأسها من المحمل رأت رأس أخيها الحسين على رمح طويل، وقاتل أخيها الحسين يحدو ناقتها. يرحم المرحوم شيخ هادي، اي شيء لراس حسين دن يردر خواته يودع. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا العزيز فضل دعاء سيدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. امسح دمعتك بإيدك، ارفعوا هذه الأيدي نحو السماء، كل أمل باستجابة الدعاء. يرحمكم الله فردا فردا. أنتوا الآن مستقبلين الحسين سلام الله عليه، إمامكم الحسين أيضا يدعو معكم. ارفعوا أيديكم نحو السماء، يرحمكم الله. أما يجيب المضطر إذا ويكشف السوء، يا مجيب دعوة المضطرين يا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه
يكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الزهراء وبولدها الحسين عاش مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب الدعوات يا غياث المستجيبين يا الله يا الله. اطلبوا حوائجكم من الله يرحمكم الله فردا فردا. أسألكم الدعاء: اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، أيد وسدد حماة الدين. اللهم اشفي مرضانا، فك قيد أسرانا. إلهنا آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر شبابنا المؤمنين على داعش والتكفيريين يا الله. اللهم تقبل منا هذا القليل بكرمك، وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، سيما من مضى من أهل هذا الجمع. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل.